تنطلق اليوم منافسة بطولة الهند المفتوحة لفنون القتال المختلطة، والتي ينظمها الاتحاد الهندي لفنون القتال المختلطة بإشراف الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة بمدينة مومباي الهندية، وذلك بمشاركة 300 مقاتل من القارة الآسيوية ضمن منافسات فعاليات إكسبو، حيث أنهى فريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة للهواة إجراءات التسجيل وبشكل رسمي، وذلك للمشاركة في هذه البطولة. من الأراضي الهندية أنهى فريق خالد بن حمد للفنون القتالية تجهيزاته واستعداداته النهائية، فالآمال كبيرة بالتحلي بالإصرار والعزيمة، فالجاهزية المثالية تتطلب روحا قتالية. فقد اجتاز مقاتل فريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة للهواة التسجيل والفحص الطبي بالإضافة إلى الوزن الرسمي، وذلك للمشاركة في بطولة الهند المفتوحة لفنون القتال المختلطة. إن شاء الله على الله، أنا بارزين يعني. الشيخ ما قصر بين المدربين، سوون لي كيج عندنا هناك، عندنا كيج، عندنا مدربين محترفين يعني. والحمد لله. الحمد لله كان كل شيء أوكي، الوزن كان أوكي. سيكوا فحصونا وكان كل شيء مضبوط. واستعداداتنا نفس كل مرة يعني، نكون بارزين من قبل. بس هنا نحتاج له تنزيل الوزن يكون بس شوي، وبعدين خلاص كل شيء نفس ما احنا. الحمد لله الفريق كله مستعدين، وبنراوي سمو الشيخ خالد ان شاء الله ندعمه كله، ما بيروح ويست، بس ان شاء الله كلنا بنلعب عدل. الاوزان الحمد لله كلنا اوكي، الشباب مرتاحين شوي، عندنا 24 ساعه شوي اكثر حق نرتاح. ان شاء الله باكر نشوف شو يصير في القفص. الوزن كان شوي كان زحمه اولا بدايه، ف وتدري من تنزل وزن وشوي مو ماكل مو متريق شوي مو على بعضك، بس الحمد لله قدرنا نخلص كل شيء وكل شيء كان تمام الحمد لله بارزين. سمو الشيخ خالد الصراحه يعني احب اوجه له تحيه خاصه وشكر خاص يعني، قد ما نشكره ما بنقدر نوافي بحقه يعني على اللي سوى لنا واللي قدمه لنا. الصراحه هذا شيء وايد وايد كبير حقنا يعني كلنا، وان شاء الله يعني نكون عند حسن ظننا. استعداداتنا الحمد لله مكثفه وحطينا على روحنا ان شاء الله. ان شاء الله احنا سبع فايتات يعني سبع فايتريه بالعموم. ان شاء الله يعني اي واحد يفوز كنا انا فايز، لان اللي بيفوز بيرفع على مديرتي يعني. والله الاستعدادات طيبه الحمد لله يعني، تمرنا بشكل زين الفتره الاخيره، واتمنى ان انا ادي افضل ما عندي. سبعه مقاتلون يمثلون البحرين في ثالثه مشاركه خارجيه على مستوى الهواء، حيث أكمل الفريق استعداداته النهائية للمنافسة على المراكز الأولى في البطولة بعد برنامج تدريبي مكثف للظهور بمستوى مشرف في هذا التجمع القاري. اللاعبين كلهم جاهزين نفسيا، كلمتهم واحد واحد اليوم، كانت الوزن اللاعبين كلهم كانوا على الوزن، خلصنا الميديكال، فاللاعبين متشجعين وحماس جاهزين حق بكرة إن شاء الله. معرض إكسبو نجح بكل المقاييس في يومه الأول بحضور جماهيري كبير، فقد احتضن الصغار قبل الكبار، واشتمل على رياضات عدة من محبي وعشاق الرياضات القتالية المختلفة، بالإضافة إلى رياضة كمال الأجسام. بالنسبة لبطولة فنون القتال المختلطة، فإن الاتحاد الدولي على أتم الاستعداد لهذه البطولة، وأن الهند والبحرين بينهم علاقة جيدة منذ انطلاق فريق خالد بن حمد، وأتمنى التوفيق لمقاتلين الفريق في منافسات البطولة. بانتهاء مقاتلي الفريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة للهواء الفحص الرسمي والتسجيل الرسمي، يبدأ العد التنازلي لانطلاق منافسات بطولة الهند المفتوحة لفنون القتال المختلطة. حزم الشيخ لتلفزيون البحرين، مدينة مومباي الهندية.